نتعرف على طريقة كيفية حل مشكل تطبيق شيئين بطيء على قم بضغط هنا على ضبط الإعدادات. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن تطبيق شيئين. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق شيئين سوف يظهر على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديد قم بالضغط عليه سيتم تحديد تطبيقكم شيئين. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.